حدث فني رياضي كبير. كيفاش مواقع الاستعداد لهالليفينمون الكبير هذا؟ والله مواقع الاستعداد هو كمان سي ان ايفينمون يعني سي لو بلو غران ايفينمون دو كيك بوكسينغ ان افريك. معناتها توا على 4 اديسيون عملنا حققنا نجاحات كبار. توا الدوره الثالثه اللي عملناها في ديسمبر اللي فات عملنا 3000 سبيكتاتور. دونك برك الله يعني العباد بدات تهتم للسبور هذا وبدات تتغرم به. فوالا دونك هذايا توا باش تكون الدوره الرابعه باش تكون ان شاء الله احسن واحده فيهم الكل. عندنا ان غران شامبيون كيما عصام برهومي باش يشارك على سانتور مونديال اللي هو دونك تيتر تاع شامبيون دو موند يعني اهميه كبيره ياسر. والحمد لله وليت انترناسيونال توا دونك الادفيرسير تاعو باش يكون رومان اسمه سيباستيان دينو. دونك ان شاء الله تفضلوا بحذنا باش تشوفوا برشا جو وبرشا كومبوي حلوين ان شاء الله. بالتوفيق. عصام اليوم الكونفرنس دو بريس نتاع الحدث هذايا الفينال لاول مره يقع في تونس باش تشرف ان شاء الله الرياضه هذايا كتونسي ورياضي بأتم معنى الكلمه. وي ان شاء الله اليوم كونفرنس دو بريس اليوم باش نقابلو فيس تو فيس مع الادفيرسير نتاعي الروماني اللي هو سيباستيان دينو. دونك الفينال شامبيون دي موند تاع بوكس فرونسيز اللي باش نلعب على السانتور مونديال سافات برو سي كومبا بروفيسيونيل 50 فوا 2 مينوت. دونك التيتر هذايا حلمت بيه قبل باش ناخذه وفرحان برشا اليوم باش ننظم في بلادي قدام جمهوري قدام مع اصحابي وعائلتي ومرتي وولادي فهمني كل شيء. دونك سي سونساسيون اخرى. دونك قلت ربي نهار السبت باش معناها ثم القليب والجرين تفهمني ولا دونك حربي معناها يا لغه اخرى معناها يا نربح يا نموت فوق الرينج ان شاء الله. لطف عليك. دونك كما قلت العائله الصغيره والعائله الكبيره التوانسه اللي تبعوا فيك واللي يحبوك. يعني سي بالطبيعه الجمهور الكل مش يجي يتفرج برشا اصحابي برشا حبايبي اللي فان كلها مش تجي تتفرج فهمني خاطر علاش نلعبوا على درب تونس مره هذه ماهيش غالا دونك سي نلعبوا على اللقب عالمي بطوله عالم باش تنظم في تونس. دونك نشكر برشا الاصدقاء اللي وقفوا معايا واللي تعبوا بفلوسهم بوقتهم بعائلتهم فهمي باش ينظموها البطوله وجابوها لتونس اللي هو كريم الشابي نصر الدين نسيبي طارق المهدي رضا الهلالي فهمني شادي الاسرم جامعة تونسية للكيم بوكسين ورابطة تونسية للكيم بوكسين برئاسة علي ديوري وشمس الدين ساكا كلها الناس كلها وقفت وخدمت فهمني باش نظمت البطولة هذايا سورتو كريم شابي وطارق المهدي اللي هما صرفوا بفلوسهم معناها فهمني ولا باش الدورة هذه تنجح وان شاء الله بقدر ربي نشرفوا تونس ونجيبوا سانتير مونديال ونشرفكم ان شاء الله يا رب والناس كلها تفرح ان شاء الله. ميرسي بوكو بون كوراج. هذا الكومبا تحدي كبير باش يكون لي على حزام 71 بطولة تيكاوان المحترفة وان شاء الله نوعد تيم واجدي ونوعد جمعية نتاعي ان شاء الله التيم من بعد تعبي هذا كل ان شاء الله نوعدكم بالسانتور ان شاء الله. قداش ليك تحضر للايفينمون هذا؟ والله دخلت في بريباراسيون مع كوتش حبيب قصوري عندي اكثر من شهر ونص ومركزين على الكومبا بالكدا وان شاء الله سنتور عادنا بقدره ربي ان شاء الله. ان شاء الله عندنا ثقه فيك. الحاجه الطريفه انك انت والتيم نتاعك معناتها وليت تتحرك كان مع التيم موجود. شنو هي حكايه التيم هذا؟ والله التيم هي كما نقولوا كانت معايا خمسه سته اصحابي من بعد وليت لي مسؤوليه وليت بريسك معناها معروفه التيم نتاعي في الافريق وفي كما نقولوا تعرفت في الجزائر وفي ليبيا وفي السعوديه ولات العباد تسمع بتيم واجدي في تونس ولات حاجه برو عباد لهيت لي بالليكيبمون تاعي بال كما نقولوا بال ولينا نخرجوا دي برودوي ولينا نخدموا على الباج نتاعي على الشين يوتيوب. الحمد لله ان شاء الله ماشيه وقاعده تتحسن التيم وان شاء الله تروها في عالميه ان شاء الله.
7 ديسمبر من قمرة فينال شامبيونا دو موند في البوكس الفرنسيز والتيكوان مع أبطال تونس والأبطال اللي جايين من خارج حدود الوطن، إلى جانب ضيوف تونس في التحكيم اللي يزورونا في هالتظاهرة الكبيرة هذه. الأجواء والكواليس نتابعوها مع بعضنا من قمرة. حبينا نحكي شوية على السيكوريتي سورتو بعد ما صار الديرنييرمون، مش الشركات الكل مهمشة ومش الناس الكل معناتها مش منظمة، قطاع السيكوريتي مازال منظم في تونس ومازال عنده ناس معناتها محترفين. إن شاء الله ديما باش يبقى منظم، ومازال التأطير من وزارة الداخلية، ولو أنه تدعيما لبرشا كلمات وقعت في البلاتوات واحدة اللي كونه ما فماش معناها أماكن متاع تأطير. احنا بالنسبة لنا احنا الشركة متاعنا خاصة دي زاجون معناها كلهم كاليفي، كلهم دبلومات. ديجا القانون من 2002 صرحت به وزارة الداخلية، الناس كلها موجودة، الناس كلها مأطرة، لكن كلمة برك احنا باش نقولوها اللي كونه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. خاطر بالنسبة لنا احنا توكل المحلات كلها نجمو نخدمو دي سواري بريفي، نخدمو دي كومبيتيسيون كيما اللي نشوفو فيها تو برشا حكايات، فما سيستم، فما بروتوكول متاع خدمة، فما ناس تعرف كيفاش تتصرف، وهذا ما ينفيش اللي كونه يزمك تتأطر على خاطر فما برانسيب، فما معناها شخصية متاع إنسان كيفاش تتصرف مع سهر مثلا، إنسان جاي باش يسهر ولا واحد تعرف كيفاش تمشي معاه. لكن فما ساعات دي كونديسيون تتوفر في حالات شاذة يتصرفوا التصرف هذاك، احنا بحول الله باش نحاولوا كيفاش نمحوها الحكاية هذيك، ومن هنا فصاعدا بحول الله باش تكون مأطرة أكثر. صباح لبس عليك حاج ربي، هذه محبة كبيرة، الكل يحبوا يتصوروا معاك، سمعت سيكوريتي الجمهور كان مش منهم هما صاحبي، راهو راهو معناها حتى حد ما يعرفك لاي واضح، مياش مزية بالعكس، مياش محبة الجمهور ديما معناتها تزيد تعطي ثقة للارتيست في روحه وفي الفن اللي يعمل فيه. المحبة بتبيع متاع الناس اللي يحبوا ربي سبحانه ويحب فيه خلقه، واضح. مغروم البوكس ليه؟ كنت بوكسي، كنت تبوكس، وتوا ليه تو واحد من تيم وجدي معناها اقوى اخويا بوكسر في تونس ان شاء الله ربي ابو برشا وجدي دمي بالحق اسو بوان معناتها اللي اخويا ما وصلتلوش انا في البوكس وصل له هو. انت بالمو وليت بوكسي بالكلام بلسان اقوى وكريمه مامي بلت يوم زدك جعت انت خلينا رايفين توا كريمه مامي بلدي نحب انا الكريمه نحب الكريمه كلنا نحبوا الكريمه كلنا خلد ما تحبوش الكريمه باش نسمعوك الليله ولا لا ولا جوست معناتها باش تشجع وجه جاي فان بوجدي اللي انا واحد من التيم نتاعو ومغروم بالبوكس والجينيراسيون اللي طالعه عملت حاجه ما عملوهاش للجينيراسيون اللي قبلها كله، ان شاء الله ربي معاهم الكل ان شاء الله. ان توكا بون كوراج لوجدي وصافي بليزير اللي صاحبه ارتيست ديما بجنبه خوه مش صعب اليوم اللي حاضر احمد بن احمد مشكله وتقول انت يعمل حاجه الليله بحاول الله على مدام كلايف بجنبه ليه مدام ربي معاه يعمل حاجه مشكله عايز كل نصر الدين بعد البارح الكونفرنس دو بريس اليوم نصلوا للسهريه للكومباويت اليوم سبت في قمرت اجواء كبيره
أجواء كبيرة 7 ديسمبر في جمارة نهار السبت معز، كما تشوف فرحة في نزل، حابين نجيبوا ستيل الامريكان يعني متاع الزوتيل متاع لاس فيغاس وكل شيء، إن شاء الله بنوصلوا لهم بشوية بشوية ذي طموحنا. اليوم راك تشوف اورجانيزاسيون باهية، كل شيء طيارة أوتوب، باش يكون فما موسيقى، تو كنا نشوفوا في كلاي بي بي جي، باش يكون فما جروب متاع روك، ليزاتليت التوانسة حاضرين مستعدين، الأجانب موجودين، الحضور بدا يوصل، دونك باش يكون فما جمهور، دونك الفرحة الكل موجودة اليوم. تبقى كان فما حاجة تو بدا يطلع ستريس تاع لي كومبا، تعرف فما تروا تيتر مونديو اون جو، دونك بدايه العستريس، ان شاء الله ربي معانا، ان شاء الله اليوم نشوفوا درب تونس الفوق في الرينج وتشجيع الجمهور، ان شاء الله عنا ثقه وان شاء الله ربي معانا. طارق تي بيان اونتوري مع مجموعه الحكام اللي بيشرفوا الليله على هالسهريه الحلوه، على التظاهره الكبيره. حكام انت ونصر الدين من تونس، وبقيت له خيان مهمش من تونس، ضيوف تونس بيان سور. الجامعه الدوليه بطبيعه بما ان اللعبه تكون في تونس، الوغ يختاروا حكام من برا ومن تونس، واحنا في تونس عندنا شرف كبير انه عندنا حكام دوليين. معناتها انا كان رئيس اللجنه الافريقيه للتحكيم، والسيد الرئيس نصر الدين سيبي زاد حكم دولي متحصل على الشارة الدولية معناها مؤخرا، شفناه توا اللي هو حكم زاد السيد الرئيس قاضي وحكم حتى في كل مرة يخرج لنا هكا موهبة جديدة به فهمني. الوغ معنا الاخوة، معنا مسيو لو ديليغي اوفيسيال انترناسيونال سي لوي كيفاش ابوتي، هو اللي مش يوزع، خاطر ديليغي اوفيسيال مسيو بغينو هو اللي مش يحط لي زاربيتر في بلايصهم ويراقب سير المقابلات. عندنا نوتر امي دو فرانس زيد اوسي سي باتريس مارتينيز سي جوج اربيتر انترناسيونال اوسي. انا نوتر امي فيرلاندي سي مسيو بيكي، هذوما معناها بعض من الحكام الدوليين اللي عندهم الحق باش يحكموا في نهائيات كيما هكايا، معناتها بالحجم هذايا، معناها نحكيو بطولة عالم. شرف كبير انهم يجيونا لهنا لتونس ويحكموا ويكون التحكيم التونسي معناها مساند معاهم ويد بيد. احنا سبق لنا معناتها ان عديد المرات، معناها عندنا ريكور الحمد لله في التحكيم التونسي، انا شدينا عشرات نهائيات بطولة العالم فهمني، والحمد لله تو تعزت صفوفنا بالسيد الرئيس نصر الدين، هذه فرحه كبيره معناتها فهمني. وعندنا معناها عندنا معناتها حكام اخرين معناها يشرفوا الرايه التونسيه سورتو في التصفيات نتاع نهائي بطوله العالم. تو هذا النهائي، الور النهائي فما كاتيجوري معينه ما ينجم يحكم فيها، كان كاتيجوري عليا معناها في التحكيم الدولي. عايشك طارق، بون كوراج لكم الكل. جو بروندر مسيو لو ديليغي تو دابور بيان فينو ان تونيزي. ميرسي ا فو سي جانتي جابريسي. Tarek a présenté la délégation officielle, mais j'aimerais quand même présenter bon, Tarek et Nasreddin qui sont juges arbitres international aussi également. Et puis, ils font l'honneur de la Tunisie ailleurs. Tout à fait, bien sûr, tout à fait, parce que j'étais délégué officiel à la mode Servolex en France la semaine dernière. Ouais. Et il y avait parmi nous des juges tunisiens, juges arbitres tunisiens. Voilà, donc ça fait plaisir que la Tunisie amène des officiels internationaux. Vous êtes spécialisé dans le jugement des combats, mais comment vous jugez justement le niveau du boxe en Tunisie? Ah ben, française, bien sûr. Oui, bien sûr, boxe française. Ben, le niveau, on s'aperçoit avec les nations qui émergent, donc qui viennent en savate boxe française. Mm-hmm. Au tout début, c'est, le niveau n'est pas très haut, mais au fil des années, le niveau monte. On l'a vu avec les Italiens, par exemple. Mm-hmm. Les Italiens, quand ils sont venus en savate boxe française, ils n'avaient pas un niveau surprenant, mais maintenant il y a des très très bons boxeurs. Et en Tunisie, je suis persuadé que dans les années à venir, il y aura de très très bonnes tireuses et bons tireurs également. Donc il y a déjà un bon niveau, parce qu'il y a des athlètes qui se retrouvent en finale championnat du monde. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même un niveau international en Tunisie, hein, parce que ça veut dire qu'ils ont battu les autres nations pour être en finale ce soir. نورهان قاعد نشوف في طاقم التحكيم تبارك الله اللي وراك، اللي كلهم توانسه هذا. اي كلهم توانسه. اليوم عندنا جلاء في الكيوان رولز والسبات، ان شاء الله نكونوا كطاقم تحكيم نوروا تونس، وان شاء الله نكونوا عادلين. قداش كل بارتي قداش فيها مروند؟ اليوم عندنا 6 مقابلات كيوان رولز،
وعندنا ثلاثة مقابلات سافات، في كل مقابلة 3 روند وفي كل روندة 2 مينوت. وقاعد نشوف في طاقم تحكيم من قدام وفما طاقم تحكيم التالي، شنو الدور نتاعهم؟ طاقم تحكيم عندنا فما اللي باش يطلعوا سنترال يشدوا في وسط الحلبة، وفما لي جوج اللي هما يعطيو نقاط اللي هما ينوتيو لي كومبا. يعطيك الصحة، فما برشا هكايا حكام نساء كيف كنتي بلاد؟ نحن ناقصين في تونس مالوغوزمون، ناقصين معناها حكام عنصر نسائي في تونس، اما ان شاء الله ان شاء الله في الاعوام القادمه يكون العنصر النسائي محفز اكثر. موجود اكثر، ان شاء الله بالتوفيق ليك ولطاقم التحكيم الكل. Bienvenue en Tunisie, madame. Vous visitez la Tunisie pour la première fois? Non, c'est la troisième fois cette année. C'est toujours un plaisir d'être ici. Comment vous trouvez le niveau du boxe française en Tunisie? Ah, le niveau monte. Cette année, c'est très bien. Il y a déjà une championne du monde et ce soir peut-être des autres. Vous êtes l'ami de la Tunisie? Bien sûr, je suis l'ami de la Tunisie et la Tunisie est mon ami, bien entendu. Bien entendu. Comment vous trouvez la Tunisie? Exceptionnel, toujours pareil, avec toujours un beau soleil et puis toujours des gens avec un grand cœur qui nous accueillent vraiment très très bien. Et puis quoi dire de plus, ce sont nos amis, nos frères. Voilà. Et comment vous trouvez justement le niveau du boxe française? Ah, le niveau de la boxe française, nous on connaît depuis des années et des années, je peux même dire des décennies, la savate boxe française en Tunisie. Et on s'aperçoit que le niveau est de plus en plus élevé, puisque la preuve, cette année, il y a 3 finales de championnat du monde, dont des Tunisiennes sont dans ces finales-là. Et c'est pas anodin, bien entendu. Ahlem, marhaba bik. وفيك عايشك زغلول. باش نشوفوك على رينج تبوكسي ها؟ اه وي اليوم باش نبوكسي بطريقه اخرى. اليوم باش تبوكسي وتحت الرينج. اربيت فوالا. طونك اربيت. فوالا سوا اللوطا سوا الفوق كيف كيف دونك مي اربيت فوالا. انت في الاصل زاد اربيتر ما نعرفوهش معناتها. اي عندي قداش من سنه اربيتر وقداش من سنه في الكوميتي داربيتراج اربيتر ناسيونال ا وفوالا وان شاء الله الانترناسيونال على قريب. انترناسيونال سي ناصر الدين ديجا هو مازال كي تحصل على الجراد انترناسيونال وفخر به برشا وان شاء الله كنا نوليو فيه. مرحبا بك سي ناصر الدين. ميرسي ميرسي عايش. ناخذوا فكره على التيم نتاع الاربيتراج التوانسه. فوالا هذوما كما قلت احسن ما عندنا النخبه نتاع التحكيم ان شاء الله باش يشدوا اليوم في الكيوان فهمتني هذوما احسن ما عندنا ان شاء الله تبي تشوفوا مستوى باهي في كل شيء معناتها فهمتني. وكما يأهل معناتها توانسة باش يكونوا على شيل انترناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله هذوما كلها ثم سي محمود غريسيت معناتها شد البرة ثم سي لطفي ثم سي منير عندنا حكام معناتها فهمتني تبارك الله معناتها هذا المستوى نتاعنا ان شاء الله بقول تبي تشوفوا المستوى. صحة سي ناصر الدين ان شاء الله بالتوفيق. عايش معناتها شكون غادي عايش. عصام اليوم ناخذوا السواري نتاع الفينال اورغانيزاسيون مزيانه لي زاربيتر الجمهور الصحافه الظروف الكل مواتيه باش الليله معناتها مره اخرى يكون يشرف الرياضه هذه عصام البرهومي او نيفو انترناسيونال. وي الحمد لله السواري هذه سواري بروفيسيونيل منظمه مليح من الرابطه التونسيه الملاكمه الفرنسيه بتنسيق مع لورغانيزاتور تيكاوان دونك تنظيم حلو برشا والحاجه سبيسيال في السواري هذه اللي انا مش نلعب على لقب عالمي في تونس في بلادي قدام جمهوري قدام جمهوري قدام عائلتي قدام اصدقائي مسؤوليه كبيره برشا وتحدي كبير برشا معناها الليله يا ربي ان شاء الله نربح الليله ونشرف التوانسه الكل ونجيب اللقب لتونس نرفع راي تونس ان شاء الله يا ربي ونعدكم ان شاء الله بقوت ربي مربوحه ان شاء الله يا انا يا هو فوق الرينج اليوم ان شاء الله ان شاء الله. عصام نعرفوا القليب اللي عندك نعرف الكوتشينج تبارك الله واثرت برشا الشباب في الرياضه هذه وغير الرياضه هذه معناتها ديما انك تزرع في الشباب حب المبادره وحب معناتها انك تقلع كما نقولوا الهدف اللي خدمت من اجله.
الحمد لله بالطبيعة تو عندي 28 سنة خبرة في الميدان تاع الفنون القتال، معناها 14 مرة بطل العالم في 7 اختصاصات، فهمني، وعندي 213 كومبا، معناها الحمد لله عملنا كارير محترم ومازلت نلعب حتى لتوا، دونك بالتجربة نتاعي بالطبيعة باش نفيد به برشا شباب، وتو ديجا عندي كلوب معناها في المروج اللي هي ساموراي كلوب، قاعد نعمل في فورماسيون بور لي جول باش نكون أبطال جدد، فهمني، دونك هذه المسؤولية نتاعي، دونك قاعد جو ترونسمي مون ميساج للخبرة نتاعي اللي اكتسبتها في 28 سنة، قاعد نوصل فيها للصغيرات والشباب الجدد، والحمد لله معناها برشا شباب عندهم فيها ثقة، وإن شاء الله نكونوا دي جران شامبيون إي دي فيتور شامبيون إن شاء الله. مرحبا بك سيد علي، كنا نحكي شوي على هالتظاهرة هذه اللي أول مرة تقام في تونس، معناتها فينال بالكبر هذه وبالغراندور هذه وبالتنظيم هذا. دونك الفينال هذايا سي لو شامبيونا دو موند دو سافات، لعبنا لي زيليميناتوار في تونس، لا فيديراسيون انترناسيونال في العاده لي فينال هذوما تبيعهم لبرا، دونك تونس فيو كلا 3 اتليت كاليفيي، الاولاد نتاع الليغ نصر الدين وكريم يعطيهم الف صحه ما قصروش، ايزون ريوسي ا ديكروشي لورغانيزاسيون في تونس ديريكتومون، معناها يفالي ميتر ان انفستيسمون اسي كونسيكون باش نعملوها في تونس. احنا توانسه تعرفونا باهين في البلان دي، دونك عندنا شادلي الاسرم اورجانيزاتور تي كوان ديريكتومون تكينا على شادلي كومبليتمون، قلنا له شادلي يجي رانا باش ناخذوا لك 3 بارتي من تي كوان تاعك، الى ديريكتومون ريبوندو بريزون يعطي الف صحه. دونك دوكو لا فينال دو لي فينال تاع شامبيون دو مون تاع سافات في تونس بور لا بروميير فوا غراس ا سيت ايكيب لا. شادلي مسؤوليه كبيره في اورجانيزاسيون معناتها بالحجم هذايا، ونتصور معناتها كل ظروف النجاح ومقاومه النجاح كانت متوفره في البطوله هذه. الحمد لله يا ربي، اي توا احنا سي نوت كاتخيم اديسيون تي كوان صارت ديجا 3 مرات، الحمد لله كل مره نشوفوا تحسن، كل مره يتحسن النيفو، كل مره يتحسن الجمهور، وهذا دونك سي لا كاتخيم اديسيون تصور شكون احسن وحده توا في لي 3 اللي فاتوا، و فوالا مسؤوليه كبيره بيان سور في فينال دو شامبيون دو موند، ان شاء الله باش نكونوا في النيفو نتاع لي زاتون. حبيتوها معناتها شو معناتها مزيان برشا ما بين الكليغاج السونو الموسيقى الامبيونس شو على امريكان على يو اف سي فوالا هذاك هو جبنا ستيل جديد في تونس، قبل كيك بوكسينغ كانت تلعب اكثر في صالات مسكره ومعناها ما يتبولوش برشا عباد، توا احنا جبنا نوفو شو وين العباد اللي يتفرجوا يتعدى في التلفزه فوالا، دونك سي سكي سي سكو السبيكتاتور ام واحنا اون لا بور.
نور ان شاء الله مبروك. عايشك يبارك فيك. كيفاش كانت الكومبا؟ والله ياك تشوف ياسر تشد وتلصق وتحمل. نورمالمون هي تحديت وانا قبلت التحدي تكون الخدمه نتاعها نظيفه ياسر. بانك تشوف الطلبيز نتاعها دخلت لي في الواحد نتاعك تشوف معناها كاها وخدمت على روحي تحديت وقبلت التحدي وكلت التريحه قدام الناس الكل و الاستفزاز بدا من الكونفرنس دو بريس معناتها اي هي قالت علي ان شاء الله على اليمين وعلى اليسار وكتران تراها ودقدقها تروف تروف وخسرت مش مره جاي ما عادش تحل كشختها معناها وكاها يعطيك صحة كوتش. كيفاش كانت الكومبا والتحضيرات؟ التحضيرات كانت على اعلى مستوى. بالنسبه لنور شلبي ماهيش اول مره معناها ديجا ربحتها قبل ومن احسن البوكسيرز في العالم معناتها نقولوا احنا في تونس. ونور شلبي باذن الله مشروع بطله عالميه ان شاء الله تلقى دعم وهي قاعده تخدم على روحها وقاعدين الصف كامل نخدموا معاها وقاعدين معناتها باش تطور وتزيد معناتها تقدم القدام وان شاء الله باذن الله فما كان الخير ومازال باش نشوفوا برشا حاجات من نور شربي ومن جمعيه قرصان الحلبة ان شاء الله. Vous êtes en train de vérifier toutes les conditions du combat. Hein? Tout à fait. Oui, je suis en train de vérifier les conditions du combat. Donc les chaussures, si elles sont conformes à la réglementation de la Fédération internationale. Justement, si on prend... C'est quel, qu'est-ce qu'il faut... Oui, en fait, normalement, les chaussures, il ne doit pas y avoir de talonnette qui remonte à ce niveau-là. Ouais. Donc là, ils avaient une talonnette, donc ils l'ont enlevée. Mm-hmm. Donc ils vont combler cette partie-là pour que ça soit une partie très arrondie, pour pas que ça soit dangereux pour l'adversaire. Ouais. Voilà, et une fois que ça sera... Ils vont m'avoir fait cette partie-là comblée, donc il n'y aura pas de souci. Je vais valider la paire de chaussures pour qu'ils puissent boxer ce soir. Voilà. Donc vous faites la validation des chaussures pour... L'équipement, la vérification des bandages. Pour les protèges tibias sont interdits, donc je vérifie bien qu'il n'y ait pas de protection, de protège tibia. Mm-hmm. Et après, donc, il doit avoir pour les féminines un protège poitrine, donc je vais vérifier si elles sont protège poitrine. Mm-hmm. Et un protège au niveau du triangle génital. Ouais. هذوما توا كانوا يعملوا في الفيريكاسيون الجوج على لي نورم تاع لي شوسيو دي بوكس فرونسيز اي مو سبيدريت بوكس فرونسيز مو سبيسيال راه هذا اس دي سي ان غراند مارك معروفه تاع بوكس فرونسيز يلعبوا به هو مو هو سي ان فرونسي وحنا نلعبوا كونتر لي فرونسي دونك سي هذا سي مش سي انسيان موديل انسيان موديل خافوا هما تبداش القوم نتاعو خاف يبدا القوم نتاعو يابس جيش ضربه خاطش يعني لكمه في عينه ولا تولي لها يبدا جور دونك هو خذا ملاحظه قال عملوا لها لسو بلاس عملنا نحن ما عندنا حتى مشكله احنا نبوكسيو باش نربحوا مش نلعبوا عرفت واحد ما يخدمش مخه هذا سبيدري شارينو نحن سبيسيالمون دو بوكس فرونسيز دونك هما يخافوا واحنا نعملوا لهم اللي يحبوا عليه ما عندنا حتى مشكله حب نعمل لسو بلاس عندنا ماتريال نغلفوا لسو بلاس باش نبدا مكوبري احنا بينا ما نحبوش شماته دونك تلعب كونتر لادفيرسير نتاعي اللي يربح اللي حاضر يربح صح عليه مي سينو هما بيدهم سبيدرياتهم مش مشينا نعمل كونترول تو نقول لهم ريقلوا سبيدرياتكم دونك كان فما حاجه زايده خارجه لي نوم نعملوا لها ليست بلاس تكوفري على التخبيش وعلى الجرح دونك نورمالمون سي سي بون بور لي باسكيت هذوما فاليدي هاكا تقاساج نتاع الاربيتراج تطلع الرينغ ومرها واضحه Donc
Donc vous vérifiez les boucles d'oreilles, c'est interdit aussi? Oui, ça fait partie du règlement. Tout ce qui est apparent, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, sont interdits par le règlement. Mm-hmm. C'est pour mettre en sécurité les boxeurs et les boxeuses, parce qu'un bijou peut blesser l'athlète. Voilà. Donc là, on a dû vérifier pour voir si on pouvait enlever. Là, on ne peut pas l'enlever, donc on va protéger avec un petit sparadrap, en espérant que le sparadrap ne s'enlève pas. Si jamais le sparadrap venait à se défaire pendant le combat, on sera obligé d'arrêter le combat. So like collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts, when I'ma stop spinning them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shot, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up. But sizzle my whistle, this is the plot. Listen up. You pizzles for God's little does not give a fuck. Till the moon comes up, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my heart hurt out. I'ma rip this shit, till my bones are left. Till the moon comes up, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. What are your ideas for? When you reel and you speak, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you speak, try to hold on to it, cause you may never get it again. I'm wiring in, try to get as much shit as you can. ملكة ورزاء ملكة ورزاء إن شاء الله مبروك. تتويج ما كانش سهل. اي ما كانش سهل الحمد لله. شكر كامل لبابا، شكر كامل سي رضا، شكر كامل للعائلة الكل، وفي مهدي باختصاص. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. بالحق معناتها ما كانش سهل الكومبا. والله أنا قلت لك يا معز من الأول، قلت لك راهو ياك هو يا راهو صعيب ياسر باش نربحوا، خاطر عندها الاكسبيريونس عليها واكبر منها. ملكه 18 سنه دز بطله العالم، والله لا سهله يعطيها الصحه. الكاو تجي وقتها، ما احنا ما خدمناش على الكاو، جات في وقتها. حتى التشجيع نتاع الجمهور زاد كان الجمهور نمر واحد يا خويا، هذيك ماركاونا او موا او موا 15 بوان من عند الجمهور، واحنا كملنا لي 5 بوان. يعطيكم الصحه، هذه بدايه باهيه. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. تعبنا ولقينا، تعبنا ولقينا. Try to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jay, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The press is wet dream, like Bob and your Whitney. Nay, kick me. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my heart hurt out. I'ma rip this shit, till my bone collapse. Till the roof comes off, till the lights go out. مبروك التتويج. تقريبا الكومبا كانت صعيبه برشا. صعيبه برشا الحمد لله، تعب شويه بس الحمد لله الحمد لله. حضرت لها الكومبا؟ حضرت لها تاع الجمعه، كنت ثلاث سنين ما نلعبش. رجعت رجعت في جمعه، حضرت ولعبت ربحت الحمد لله يا ربي. فضل بابا واخويا والكرام تيم واللي كوتش الكل عطيهم الصحه والحمد لله يا رب. شوف اللي الرياضه هذه عندها مستقبل في تونس، عندها مستقبل كبير على الاخر. اما جوست شكون يتلاقوا بينا في شويه فلوس
انا معنا دي بوكسير تبارك الله علينا على الاخر برشا دي شامبيون الاف في تونس بوكسيرات اخفوا معنا شويه هزونا شويه مورال بيسيرش حتى شهريه 200 الف تعاون راه اخفوا معنا شويه بالله خلينا بعدو على الفساد شويه بالله Can't nobody tame me, blame me For keeping a running yard raining Ladies use the haven, now they come out, nothing panties Girls on the job, check Pocket full of socks, check Got a fat notch, check Something gon' squat, yeah Down, dipper, dipper, down, down for the block, yeah Try to be hot, but you flop Wanna be shot to the top, but you not وزين, إن شاء الله الليلة الكلمة الأخرى تكون ليك وعدكم بتيت وتعبي ما يمشيش خسارة وتيم ما يمشي خسارة وربي يحبني ورش ان شاء الله ان شاء الله تشرف ولاد زهرة كل اللي جاوا اليوم بعدد كبير معناتها تيم واجدي تونس كل والكلنا واجدي والكلنا نحبوا بعضنا كل سوا في اي واحد الدومين تاعو رانا معاه معناها مش خاطر واجدي اي واحد معناها يحب الدومين تاعو ولا كل سوا في اي حاجه معناها هو طالون تبعوه وندزوا معاه ان شاء الله ان شاء الله فيكتوار I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks. Now they all wanna sue me, so call them up in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trick, cause bitch, I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks. Now they all. So they relatives know it's me. You can bet your last dollar I'll dig them in hot rock. These hoochies like they some heavy ass Chevy and Pops. Jump up and get your ass shot up. From pop to pick my clock up and bustle with such efficiency. Poppin' nobody got a pop. Outlaw rocks. Mash up on the gas pedal. Vacate the sink, count the cash. And stash the precious metal. True to the game, I claim. Outlaw rocks. Who give a fuck what they try. Cause I'm over behind the candy. Bitchin' me sticking niggas. But they watch the tank. Kick back, low liver. And watch the game. Alors, show les suspens, donc on va attendre le combat de Wendy. Adam nous pose وجهي دور غاديك شويه بس تكون كبير تتويج كبير اليوم ما بين ولاد الحومه ما بين ولاد الشهر نحب نشكر اول حاجه نحب نشكر ربي سبحانه راهو الانتصار جا من عند ربي مش واجدي راهو ربي والله سبحانه ونحب نشكر امي وبابا وحبيب القصوري وكوتش منير وتيكا وتيم واجدي وامي وبابا والكل والزهره كل وكرامتي ونحب نشكر الناس كل عايشكم يعطيك الصحه وجهي خلينا نمشي البوه وامه مبروك الوجهي ربي يبارك لك يا خويا ربي يفضلك تويج كبير اليوم وما ننساش بوه وامه يا ربي يبارك لك يا خويا وقناه تونسنا معناتها وجهي تتصور تشوف الجمهور اللي معاه واللي جاي من الزهره ما شاء الله حتى هو تعبي ياسر تعب ياسر وخدم ياسر هاي امه زاد الفضل لامه زاد مرحبا يا حاج وبيك اكثر يعيشك ومبروك لولدي مبروك عليه مبروك عليه مبروك عليه شادت في المولى سبحانه ولدي تويج كبير اليوم ما بين ولاد الحومه وما بين ولدي وجهي عنده جماهيريه كبيره من عائلته ومن اصحابه ومحبوب ياسر 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 ولد الزهره محبوب ياسر ياسر مع اهله مع جيرانه مع اصحابه From rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks. Now they all wanna sue me, so call them up in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trick, cause bitch, I love to scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks. Now they all wanna sue me, so call them up. I got black bags with enemies, cut up so they remember me. Soak them in Hennessy, so they relatives know it's me. You can bet your last dollar, I'll dig them in holler. Rotten these hoochies like they some heavy ass Chevy and Impalas. Jump up and get your ass shot up. From a prophet, pick my clock up and bust. With such efficiency, poppin', nobody got a holler. Outlaw rocks,
mash upon the gas pedal. Vacate your scene, count the cash, and stash the precious metal. True to the game, I claim outlaw violence. You give a fuck what they try. دكتور عماد، انت الطبيب المشرف على السواري هذه، وانت طبيب مختص. اليوم اخذت دو ديسيزيون في دو كومبا، كان تفسرهم لنا وتعطينا الاهميه نتاع الديسيزيون تاعك. الاول سيتي افيك لا فرونسيز مع بنت بلادنا التونسيه. Elle avait une luxation en franche de l'épaule. Tout le monde m'a vu. Déjà, j'ai fait la réduction à l'intérieur, je suis le vestiaire. Je suis allé à l'intérieur. C'était un chaos. La décision elle a été prise par les arbitres. Donc, je n'ai fait que confirmer. Et son état, il ne pouvait pas terminer. Le combat, c'est le boxeur. C'est le boxeur. بالقديه معنا شفتو كي قام اوبنوبولي داير سيتي ان كاو ديجا كاو ما نجمش يكمل ديجا لا ديسيزيون الا ايتي بريز بار لو جوج سنترال قال لك الى اريتي ما كونفوكي بور معناها مش نخدم الاسعافات الاولى دونك لا ديسيزيون كانت مني قلت له ما يكملش ودونك ما يزموش يكمل. ثم حاجات معناتها بالنسبه للصحه الرياضي حاجه مهمه. شوف ما نلعبوش بعمر لاتليت ولا لو بوكسور دونك اون اريت جو برون با انا بيرسونيلمون سي موا كي دوا بروندر لا ديسيزيون جو برون با لو ريسك سورتو الثاني الكاو الثاني. Pas question de terminer le combat. Writing raps and moves.